مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض اللحم الريستو. المقادير: انا هنا محضرة كيلو لحمة لفيته بالدبارة زي ما احنا شايفين، غسلته ونشفته كويس جدا بفوة المطبخ. هنا حوالي عودين كرفس على طماطميتين، جزرتين، بصلاية، شوية توم وشوية اوراق الكرفس. بقية المقادير: هنا انا محضرة توم الريستو، احنا عاملينه مع بعض، توم البودر، ربع معلقة فلفل اسود، معلقة زعتر طازة، ممكن نستعمل الزعتر الناشف، نص معلقة ملح، ربع معلقة بابريكا، معلقة كبيرة روزماري، ودوت الروزماري الطازة، وممكن نستعمل الروزماري الناشف. هنا حوالي معلقتين زبدة، وهنستعمل شوية زيت، تقريبا 5 أو 6 معالق زيت. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هنعملها، هناخد حتة اللحمة، احنا غسلناها كويس ونشفناها بورق المطبخ، هنتبلها من كل ناحية بشوية ملح وفلفل. في الطاسة هنحط معلقتين الزبدة، عليهم حوالي معلقة من زيت الزيتون، هسيبهم يسخنوا شوية وبعدين احط حتة اللحمة. هبتدي احمر حتة اللحمة من كل الجهات عشان تاخد اللون البني كده اللي يبقى زي الكراميل كده. خلاص اللحمة خدت تشويحة من كل الجناب زي ما احنا شايفين، احنا كنا عايزين نوصل للون الذهبي ده او البني ده علشان تحبس المية بتاعتها وتبقى جوزي من جوه او تبقى طرية جدا من جوه. دلوقتي هشيلها من الصينية، الباقي من الصينية ده مش هنرميه، هنخليه عشان نعمل بيه الجريفي، نستنى لما اللحمة تستوي ونعمل مع بعض الجريفي. دلوقتي هنبتدي نعمل التوابل اللي هنحطها على العرق. احنا ما حطيناش التوابل من الاول عشان ما تمررش، بس حدقناها بالملح والفلفل، بس دلوقتي هنبتدي نعمل لها التتبيلة اللي هنحطها في الفرن معاها. هنحط المعلقة روزماري، البابريكا، الزعتر، شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية من التوم الريستو اللي احنا عاملينه، حوالي 5 فصوص توم كده، وناخد شوية برضو من الزيت اللي كان محطوط فيها اللي هو زيت الزيتون. دلوقتي هنضربهم. التتبيلة كده خلصت، هبتدي احطها على حتة اللحمة. في صينية حطيت فيها ورقة زبدة، هحط كل الخضار، هبتدي اتبل الخضار، هحط عليه فلفل اسود، شوية ملح، وشوية التوم باودر، واحط عليهم معلقتين زيت زيتون، هقلبهم كويس قوي. هحط شبكه على الصينيه من فوق واحط عليها حته اللحمه كده. حطيت حته اللحمه فوق الشبكه، هدخلها فرن البوتاجاز دلوقتي على درجه حراره 300، وهتقعد تقريبا ما بين 2 لـ 2.5 ساعة. مش هستعجل عليها، هسيبها لغايه لما تستوي، وهنرجع نشوف هنعمل مع بعض ازاي الجريفي. اللحمه خلصت وطلعت من الفرن، قعدت تقريبا 2.25 ساعة في الفرن. زي ما انتم شايفين جميله جدا ومن كل النواحي متحمره وجميله ولسه جوزي. هاخد اللحمه كده في الطبق واغطي عليها عشان تحتفظ بالجوز اللي فيها لمده تقريبا اقل حاجه نص ساعه. دلوقتي بالنسبه للخضار دوت هنصفيه، والصوص اللي موجود دوت اعمل بيه الجريفي. هاخد الخضار دوت واصفيه جوه المصفى كده. بعد ما صفينا كل الصوص من الخضار، بواقي اللحمه وبواقي الخضار، نبتدي نعمل الجريفي. في نفس الصينيه اللي حمرنا فيها اللحمه فيها بواقي لحمه وبواقي التوابل، احط بس معلقه زبده عليها. نبتدي احط دلوقتي معلقه كبيره دقيق، هضيف شويه شويه من الصوص اللي خدته من اللحمه والخضار، وهسيب الصوص دوت شويه لغايه لما يتقل سنه. وممكن في المرحلة دي احط فيها معلقتين من الكريمة، او ممكن اسيبه كده ده حسب الرغبة. هضيف معلقتين من كريمة اللباني، هنسيبه تقريبا 3 دقايق لغاية لما يتقل خالص، وبكده يبقى خلص الجريفي. هنشوف مع بعض ازاي هنقدم الطبق. كده شكل اللحمة بعد ما بردت وقطعناها، طبعا بنقطعها بالسمك اللي احنا عايزينه، وبتبقى لذيذة جدا لو تاني يوم بنقطعها وبنحطها في السندوتشات، بتبقى لحمة باردة جميلة جدا، ممكن نحط عليها مايونيز وممكن خس، وبتبقى سندوتش جميل جدا. دلوقتي عشان هي سخنة بنقطعها ونحط جنبيها الجريفي وشوية خضار سوتيه مع ماتش بوتيتو، بيبقى جميل جدا. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء.